ان هو صلاح الاحمدي انجرح. لا على بختك صلاح. سهلة سيدي، لا تهتم، اترك لي المهم تكمل الواجب. عارف كاظم؟ نعم سيدي. انت تقوم بواجب تأمين الحماية والقضاء على اي قوة تهاجمنا اثناء انسحابنا من معسكر العدو، واللقاء في القاعدة الامينة. امرك سيدي. لازم أول نافع. الله يساعد الشباب، الله يساعدكم. يا هلا يا هلا يا هلا 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 سيدي، يلا هلا بيكم. الحمد
الحمد لله على السلامة سيدي. لو ما لازم أصور. شنوك سيدي؟ الله يسلمك. خلف صلاح. شلونك؟ الله يسعدك. أهلا سيدي. عندك إصابات؟ نعم سيدي. جندي أول صلاة لحميد انجرح واخذوا للعلاج. كم أسير جبتوا؟ سيدي 5 ضابط فرصة رائد و4 مرات. بارك الله بيكم. نقيب أحمد. نعم سيدي. اعتنوا بالأسرة ملازم نافع. نعم سيدي. جيب الرائد الأسير وتعال المقر. حاضر سيدي. نعم سيدي. عندنا إصابة واحدة جريح. الأسرة مجموعهم 5 ضابط برتبة رائد و4 مراتب. نعم إلى أن تصلون نحاول نحصل منه شيء. بانتظاركم سيدي. مع السلامة. بعثونا على المترجم. لا داعي للمترجم، أنا أتكلم العربية. جيد، هذا يوفر لنا الكثير من الدقة في فهم الحقيقة مباشرة. يمكن يعجبك تدخن. لازم فشي أثارك وخلاك تبتسم. كنت أتصوركم بشكل آخر. إحنا كما إحنا أمامك ما نخفي شيء. حقيقتنا دائما هي في كل الظروف. معاملتنا لك كأسير هي من ضمن واجبنا العسكري والإنساني المعتاد اتجاه أي أسير. لكن أنا لن أبقى أسيرا عندكم. عجيب. لا تتعجب، سأتخلص من هذا الأسر. بأي طريقة؟ نحن نحشد عليكم 100,000 وهجومنا الجديد ليس بعيدا وسأعود. ما تعتقد أنت واهم؟ لا أعتقد. أي إنسان بصير يتمتع بذكاء متوسط يدرك بأن اعتقادك هذا ما هو إلا وهم في وهم. كيف؟ الأيام والأسابيع والأشهر الطويلة من صمودنا وانتصارنا على كل حشودكم وموجاتكم الخاسرة هي اللي كشفت الحقيقة. أي حقيقة تقصد؟ الحقيقة الساطعة اللي انكشفت للعالم كله. العالم الواسع اللي شاف بعينه وبعقله كيف بديتوا اعتداءكم ضد العراق. العراق متماسك بينما إيران مشتتة. العراق ملتف حول قيادته وجيشه بينما إيران متناحرة متحاربة مقتتلة في داخلها. العراق طيلة اعتداءكم عليه قاومكم ويواصل بناء حضارته الجديدة بكل ما يملك. إيران متخربة مستقبلها مجهول وجروحها في الداخل أكبر من أي جروح آخر. وطبيعي أنت تعرف هذا أفضل مني لأن عايشة وتعاني. أعتقد كلماتي قلقتك لأن كشفت لك الحقيقة الغايبة عنك وعن آلاف المخدوعين مثلك وخلتك تفكر. ثق، هذه الحقيقة الوحيدة اللي بيناتنا، حقيقتنا وحقيقتكم. رأيك؟
سيداتي سادتي، نتابع معكم الفيلم العراقي الحدود الملتهبة بعد تقديم موجز الأخبار. بعض معلومات الأسير كاذبة أو للتمويه علينا. فلان سيدي، رح نأخذ المقر الأعلى، وهناك رح نعرف من عنده كل شيء بالتفصيل. المهم سيدي، أنا نحتاج إلى تفاصيل دقيقة لمعرفة حلقات هجومهم. هذا يحتاج إلى عملية تسلل وتوغل في عمق خطوطهم ورصدهم عن قرب. جندي احتياط منذر صبري، جندي احتياط منذر صبري. نعم أنا هنا. هاي برقية لك. شكرا. عفو أخي. ولدي الحبيب منذر، أعرف أنك في الواجب، والواجب فوق كل شيء. إذا أمكنك الحضور إلى البيت في هذا الأسبوع فاحضر. تقدم شاب لخطبة ميادة وسيوافق أهلها عليه. ميادة بانتظارك لتحسم الموقف. والدتك. منذر. نعم سيدي. خير ان شاء الله اخو؟ ماكو شيء؟ لا لا سيدي ماكو شيء. انا مثل اخوك اخاف تحتاج مساعدة. خايف. اشكرك سيدي. منذر ليه تكبت بنفسك؟ يمكن اقدر اساعدك. تسمح لي اقراها؟ ليش مخطبتها انت بالاول؟ سيدي القضيه منتهيه، الكل يعرفون هي لي واني لها. شو هسه طلع لي خطيب جديد؟ اخذ اجازه وانزل. لا مستحيل سيدي. ليش؟ سيدي احس ما ورد ابدا، اكو هجوم كبير متوقع على القاطع وانا اخذ اجازه. لا ما اسويها. تسمح لي سيدي؟ المرأة والرجال على الدهر، ما المرأة والدهر على الرجال. كيفكم يا جماعة لا تدافعون؟ يا شنو؟ صار فيكم دمتم مجال؟ شبيكم خايفين؟ خسر من يخاف؟ أخت احنا غير دنك في التعليمات الدفاع المدني ونطبق القانون؟ ما تفهمها الفهيمة. وش صار؟ صار سبينا العنب الأسود؟ سب العنب الأسود بس لا تقولين يخافون. دادا حقي عبالي بقى برا بالشارع وشكوا عليه. يوم عوده والله ولدنا صغار وكبار من تجي الغاره ركض للشارع يتفرجون عليها شلون توقع وتتفلش. لا ويصفقون ولا عبالك طيارات لو صواريخ. دادا مو حقي. اي مو الشيطان بعده ما ميت. اي والله حقك فعلا الشيطان ما ميت. تفضل. العفو. هاي شنو؟ شويه دم هنا ممكن؟ صحيح. تدخل؟ تفضل. لا عندك الطرفية لأنه هنا ما فيه هواء.
هبت بلاويها. لا تخاف، ما تلحق الدبشين. شنو هذا الصوت؟ هذا الصاروخ صعد لها وخلت الشارها ما له والي. لا تقلقين، المنديل نظيف. مبين نظيف، متحف الامن مطرز عليه. لازم ما تدرين من تعورتي. لا، حسيت اسمع الدعشة لما ضربت جدب. خايفة؟ ليش اخاف؟ القضية ما تخوف. منديلك شلون؟ شبي منديلي؟ راح عليك فدوة ما دام انت سلامات. اشكرك واشكرك على المساعدة. بسيطة. هذول منين اجونا وهالبلوه بلونه؟ بلونه وبلونه نفسهم. انت متى مع التعدي لو صار يا ام على سابع جار؟ جهل اين؟ جهل مني عمري يدمر. يا معود احنا بالقوه قاعد ناخذ نفس، وانت تريد تخنقنا بدخانك. اصبر، يعني ما تقدر تصبر خمس دقائق بدون جيجاره؟ الصدق انا متاسف على المنديل. ايش في المنديل؟ يعني ما ممكن ارجع كاهو بهالشكل هذا. لا ترجعي. شلون يصير؟ ليش ما يصير؟ لا يعني يجوز هذا المنديل ذكرى ام، اخت، خطيبه. شلون عرفتي؟ مبين من حرف الام هذا. اكيد اسمها مها، ماجده، منى. غير مخيله لطيفه عندك. لا بس حرف الام واقع مو خيال. حرف الام هذا هو اول حرف من اسم منديل. المساعدة. بسيطة بسيطة. مع السلامة. الله يبارك. Thank you.
هذا بين غير لتش. بس أنا وصلت، لو ما وصله كان قلت له ليش لاحقني، بس هو يبين لطيف. يتجرأ ويدخل وراي للمتحف، بس اليوم وصلت المتحف وأكيد ما راح يخلوه يدخل. مش أنا بدي أفكر بي؟ لا لا لا، أنا ما أفكر بي، شان لي منه. لو تعرفين مهلة من سرقة وفاسرة الإنذار ما شفت نفسي إلا بالملجأ. بس لو تصورين، لو تصورين المفاجآت اللي صارت بالملجأ. وبالتالي فضت الغارة بسرعة وطلعنا من الملجأ. تدرين إحنا أني انضربت؟ تفضل السيد، تفضل. باسم طلبة السنة الرابعة لقسم الآثار في كليتنا، أرحب بالباحث التاريخي والآثاري اللامع الأستاذ منصور مجيد، الذي تفضل مشكورا بإلقاء عدد من المحاضرات القيمة حول تطور العلاقات الاجتماعية في مملكة بابل خلال حكم نبوخذنصر. تفضل أستاذ منصور. إذا حرف الأم على المنديل يعني منصور. أنا تسمح لي أستاذ منصور بعد إذنك طبعا أتمتع مع طلابي بمحاضرتك. أتشرف أستاذ. شكرا. تطور العلاقات الاجتماعية في مملكة بابل خلال حكم نبوخذنصر. لازم نتزوج، المدة اللي مضت على علاقتنا كلش كافية، لا تطوليها أكثر. يا محسن، كنت بوحدة صرتي باثنين. محسن منو؟ سناء الله يخليش، لا تطوليها وتعرضيها. منصور، ليس الظروف والامتحانات، ثم أنا اختصاصي آثار وهذه حضارة تحتاج. الزواج هم حضارة، الظروف سهلة، البحوث، الدراسة، الامتحانات، أنا عندك. تمام مو تمام؟ لا مو تمام. هاشم، شو غيمت؟ أكو شيء؟ مو قلت لك؟ أم حسين كانت بوحدة صارت باثنين. أنت شو خلصتيني بأم حسين؟ يا أم حسين؟ أنا صارت باثنين. يا كنين سناء لا تحيريني. انت ونعمان. نعمان؟ يا نعمان ابن خالتي يريد يخطبني. وانت وافقتي؟ يا منصور الموضوع حاليا مو بيدي. بيد من؟ منصور ارجوك افهمني، بنيه مثلي كلمه الاخ بحياتها الها قيمه، راي الام الها موقع، حتى موقف الاخت الها تاثير، وسيطرة الأب فوق كل سيطرة. فأني ما لازم أسرع بأي تصرف يهدد مستقبلنا أنا وياك. أنت تعرف أهلي ناس محافظين، فلازم نقنعهم.
مغارة لفت مرة قابلنا بلاي غارة. خفيف وما بي شكر. قليت خاشوقك، واذا تريد اكو شكر. اشو اليوم خاشوقتين ما كملت؟ اي خاشوقتين ما اكلت وشرب 3 جاير ب5 دقائق. يا دافع البله على كيفك وليدي، فكر بهدوء تلقى الطريقة اللي تفوز بيها. بابا إذا راحت مني صعبة علي. ابني تعلم شلون تدافع عن قضية سعادتك، لا ترتبك ولا تفقد توازنك ولا تيأس. أني ما يأس بس أخاف تغطون علي وتوافق. لا ما أوافق. أنتوا باعتباركم أهلي أريد منكم تفهموني، ساعدوني ساعدوني على الشيء الأحسن. صحيح قولي رأيك بصراحة، ابن خالتي نعمان على عيني وعلى راسي، لكن هو مثل اخويا. اصلا انا ما فكره في يوم من الايام ان يكون زوج الي، ما اقدر. والناس والولد شو نقول لبيت اختي سناء؟ ما تريد ابن خالتها؟ واحنا كلنا البيتين موافقين على زواجك من نعمان. بس بابا اسمح لي. بابا تفضل. سناء محقه واحنا لازم نفكر وياها بخصوص سعادتها الشخصيه. فعلا بابا، ترى سناء مو صغيرة ولا جهلة. طوها فرصة هي تقرر، لأن هاي قضية سعادة حياة كاملة ومصير طويل عريض. ولد هالوكيد تلينون الصخر بحجاياتكم. المسألة واضحة وبسيطة، احنا لازم نفكر زين بخصوص سعادة أختنا قبل ما نبت بالموضوع. توكلوا على الله وفكروا. ماما شنو رأيك؟ والله حيرتوني. أنا كنت خايف. لا تخاف علي. تسمحي لي بسؤال؟ تفضل. شرحت عنوانين البحث؟ تطور العلاقات الاجتماعية في مملكة بابل أثناء حكم نبوخذنصر. البارحة دعوا مواليدي. سمعت. زين أنت شلون؟ أخاف أثناء غيابي يعودون الكرة عليك و منصور. لا تكمل واطمئن. أمي دائما تردد مثل بغدادي يقول المرأة والرجال على الدهر، مو المرأة والدهر على الرجال. عظيمة. فهسه أنا وياك على الدهر واطمئن وروح الله وياك. بخصوص الرصد القريب لا أستطيع إرساله الآن لأن القصف كثيف. سأرسل مجموعة الرصد بعد إسكات مصادر النيران المعادية.
أخي شلونك؟ تحس بشي؟ ما أحس بشي سيدي، هسه أخليك لموقع إسعاف الوحدة. زاد لي هالاسم هذا. اخ يمه بصريه، ما انسى جيتك بذاك اليوم وسويتي بي. ايش كسر عمري؟ ابد ما شايفك بهيك عصبيه. لكن زين سويت من كسرتي كل غراضي وهججتي طيوري وحطمتي كل شيء عتيق بحياتي. وحتى ابو زياد الهلالي كان مالي كل خيالي حطمتيه وطلعتيه من البيت. اللي يفتر هو وحصانه. صدق يما، عفية عليش لما انحركتي هدومي، ذيك هدوم الكشخة الكذابية. ذيك الساعة يما حسيت اكو فد غلط بحياتي. بس شنو الغلط؟ ما كنت ادري. المهم يا يما اتذكر شلون جبتيني انضباطية بذيك الليلة حتى الذيب ما يفلت من ايديهم، وظليتوا كلكم تطاردون ورايا، واني مثل الحرامي اقمص على سطوح الجوارين. وجابني حظي وين؟ ببيت خيري ام عمران. قلت خلصت، الكهرباء مقطوعه وما حد راح يحس بي. ايش مدري اني خيريه راح تطلع لي غضب، وشلون غضب؟ ليش الكل ضدي بذاك الوقت؟ ما كنت افتهم يمك، عباليش ما سوي صحيح. بس من شفت كل شفتي، الظلمة، الضوء، الأشياء، الناس، وحتى عطشت ما كان وياي. بديت أصحى وأفكر يمكن بيا فشي مو زين. لحد ذيك الليلة ببيت خيرية وأني عبالي نشر وما أصاد. لكن الغلطان يا يما يوقع بالفعل وقعت، ووقعتي هي لصحتني على زماني. المهم جيت اخلص من مصيادة، بس برجلي وقعت بمصيادة خيرية وانصادية. نقعد هنا وباشر الصبح ابدا اراويك نجوم الظهر. صدق كانوا نجوم الظهر، التوافي، المقاوير، واهل الطرف، وخيرية بنصهم. يا جماعة أنا جمعتكم حتى أراويكم الحرامي الشفية هل ورط نفسه وندار عليمة على بيت خيرية. طلعيه. ايه أطلعه. اطلع اطلع يا شفية. Thank you.
حراموي. يا جماعة الخاطر الله رحموني، أنا مو حرامي، أنا حمزة ابن بصرية. حمزة الأفرار؟ لا، أنا هسه حمزة المقاتل. الله يساعدك. هلا بلاف. ولازم أول نافية وين؟ ناك دي يتفقد المواضع. شكرا. يلا أخوان يلا، همتكم العالية. عافية عافية. سيدي لا من رايدك. زين صالح. نعم سيدي. دير بالك على الأخوان. حاضر سيدي. القيادة تريد بأسرع وقت ممكن معرفة تفاصيل قوات العدو المحتشدة على القطع. المهمات السابقة اللي نفذتها بنجاح يا ملازم نافع تخلينا نعتمد عليك بالمهمة الجديدة لاعتبارات عديدة. هذا شرف كبير إلي سيدي. تأخذ نائب عريف سردار رشيد وياك. نعم سيدي. تقتربون إلى أقرب نقطة ممكنة من مواضع العدو، تستطلع بدقة أماكن تحشد قواته ونوعيته، وتحاول معرفة محاور المحتملة في تعرضه الجديد. نعم سيدي. كاك سردار. نعم سيدي. بعد ما وصيك ملازم أول نافع. إن شاء الله ما أخيب ظنك سيدي. واحد كيف تسمعوني أجب؟ واحد جيد أجب. واحد جيد أجب. واحد كمين معادي في طريقي أجب. واحد كمين معادي في طريقي أجب. واحد ما هي المسافة عن مواضعنا أجب؟ واحد ستة إلى سبعة كيلو أجب. واحد ستة إلى سبعة كيلو أجب. واحد عليك أن لا تشتبك مع الكمين، اختفي جيدا، انتظر قوة في طريقها إليك، حدد الدلالة. هل استلمت؟ أجب. واحد استلمت. Thank you.
الطريق مفتوح سيدي، أتمنى لك الموفقية. ما دام انت سلامات. بسيطة سيدي، أنا أكبر من هذا الجرح ما همني، المهم انت تكمل الواجب وأنا يم الجماعة. منين ما أمين أشوف قدامي لو أخ لو صديق. هلو واحد كيف تسمعوني أجب؟ هلو واحد كيف تسمعوني أجب؟ واحد جيد أجب. واحد تم القضاء على الكمين، جرح نائب عريف سردار حمر رشيد أجب. واحد استمر في تنفيذ المهمة، اختر بدلا عن. هل استلمت؟ أجب. واحد استلمت، انتهى. أنا آسف كاك السردار. أنا الآسف سيدي، لأن ما راح أقدر أكمل المهمة وياك. توصلون كاك السردار بسرعة، أرجوكم تعتنون بي بالطريق وما تسببوا له ألم أثناء حملة. أمرك سيد، أطمئن، نخلي بنص عيوننا. ملازم منصور. نعم سيدي. أنت اللي وقع عليك الاختيار ترافقني لتكميل المهمة. اللي الشرف أرافقك سيدي. لا 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 لا، احنا الان ضمن مجال العدو، واي موجه نفتحها راح يستلمها العدو يكتشفنا.
اعتقد احنا بالمكان المضبوط. هذا مسدس تنوير وناظور ليلي. ما قلت لي ملازم منصور، انت وين هسه؟ باحث اثار. يعني تبحث بالطين؟ حضارة الطين. تدري سيد الطين العراقي هو اول طين علم البشرية باجمعها على اختلاف قومياتها واديانها وانتمائها، علمها علوم الفلك والادب والطب والقانون واختراع الحرف. اكيد، لان العقلية اللي ورا هذا الطين عقلية مبدعة وموهوبة. دخن سيدي؟ لا شكرا. ما قلت لي زوجيت؟ لا. وانت سيدي ما تزوجت؟ لا، بعد وقت. ليش بعد وقت؟ لان امام الحياه بكاملها. الحجيه من زمان ما شايفها، شلونها هسه؟ انا بخير اذا انت بخير. الله يحرسكم ولدي. يما جايين وهم تعبين نفسكم على مود ليش؟ كل اللي قدمته هذا واجب، واني هسه بدا دوري. انا بيا كل الحيل، انا اقوى من زماني. خاله مرافق، باسم الاتحاد وبمناسبه عيد الام نقدم لك هاي الهدايا اعترافا بتضحياتك وصبرك العظيم. بنياتي وهالكلوفه على ويش؟ خاله هذا شيء كلش بسيط امام طيبتك ورعايتك لكل اهل المنطقه من الصغير للكبير. انا دائما اذكرك حاضره بكل بيت وبكل مناسبه، بالفرح بالحزن بالولاده، هذا بالاضافه الى كونك زوجة الشهيد فاضل وام الشهيد رافع وام المقاتلين نافع وفاطع. خاله انت هواي انطيتي وهواي عانيتي. هاي السجاده عليها رمز الوطن العزيز، هديه لامنا العزيزه. مقبوله منكم هذه الهديه على العين وعلى الراس. ماكو اعز من الوطن. اول صوره عطاها لامي كانت عام 56 اثناء الاعتداء الثلاثي على مصر الشقيقه. شعورنا كان القنابل المنسقطة على مصر كانت تستهدف كل الوطن العربي، والإنزال الأجنبي على بورسعيد والإسماعيلية كانت مقصودة به كل أرض العرب. أبويا العامل اللي كان يكافح لي النهار بعد يوم من بداية التظاهرات كان راجع بالليل للبيت، لكن قبل ما يوصل كانت عياد الغدر والعمالة خاكيت له بالظلام. من الوراك؟ الأمة كلها وراي. إذا الأمة كلها وراك لعك ليش خايف؟ ما خايف، خايف ذاك اللي يتخفى مثل اللصوص. أول نكبة كبيرة بحياة أمي كانت سقوط أبويا الشهيد بيد عملاء الأجانب، لكن العجيب هاي النكبة ما أفقدت توازنها. صحيح حزنت فترة، لكن ثبتت أمام المصيبة ما انهزت، وازدادت عزم مصرار على مواصلة الحياة والعمل ومواصلة نفس طريق أبويا. تريد المظالم عين برعة، وتريد الذي يحكي بجرعة. أبو رافع المهيوب طبعه، مهيوب بين أهله وربعه، ولو فات على الظالم يخرعه، الخير لو طانة يزرعه. هنيالي لتحشمه وتفزعه، يطيح أولهم بسرعة، بذكرك يا غالي الراس رفعة. شدت حزامه وسهر السهر الرجال، ما هملتنا ولا دقيقة واحدة. كانت هي الأم وهي الأب، ما بخلت علينا براحتها، وكان همها أن ما تشعرنا بالحاجة إلى أي شيء. ظللت علينا بحبها وبابتسامتها الحنينة رغم كل ما كان بداخلها من تعب وألم وحزن. ظلت مشرقة بشجاعتها وصبرها وأمومتها، وبقت بكل الظروف مرفوعة الرأس مليئة بقوة جبارة
كانت تبنينا أنا وأخوتي بناء رصين وتمدنا بنفس قوتها وتفاعلها. أول ثمر من ثمرات تعبها وسهرها كان أخويا الكبير رافع، زفت للجبهة مثل ما الزف على الريس. يوم بلغونا بالتحرك لسوريا. الله وياكم أولادي، الشام أهلنا والشام حملها ثقيل اليوم وما حد يشيل الحمل غيره. روح يما أريد أسمع أخباركم الطيبة، تروح غانم وتجيني سالم يما. الله وياك وليدي. أخويا رافع قطع دبابته أو على الأرض مباشرة أكثر من 1000 كيلومتر بدون راحة، ما توقف ولا ساعة واحدة من لحظة خروجه من العراق حتى لحظة وصوله إلى سوريا. ومثل ما أبويا وهب حياته دفاعا عن حرية مصر وصيانة كرامتها، اندفع أخويا رافع مقدمة جيشنا الباسل بكل بطولة وعزم. شمس ضحضاح ما بين اخوته قمر وضاح، اشرق على ارض المعركه ولاح، يطارد اعداه بعزم وسلاح، بيوم الحرايب يخطف ارواح، شيال راسي بيوم الاصياح. رافع يا شب دمك يا سباح، انا تعب لتعبته ابد ما راح. فرحة أمنا كانت كبيرة جدا ما تنوصف لما شاعت نجمة جديدة ببيتنا، وأمنا بقت بركة البيت وبركتنا كنا. تعبها وصلنا إلى كل ما كانت تريده وتتمنى. يتبارك وطننا باللي حرسونا. أمهاتنا عظيمات إلى درجة إن البيت كل ما تهزه هزة وتريد تهدمه ما تشوفهن إلا يلمن البيت ويوقفوا مرة ثانية على وجهه. Thank you.
خاص، عجلات مختلفة، هجوم إذن أكيد مثل ما شخصت القيادة. لازم ننسحب بسرعة قبل الضياء الأول.
الو 7-1 الموقف عندكم اجب. 7-1 القسم شديد ومركز وعجلات مدمعة تكثر من حجاباتنا اجب. استمر بالمراقبة والرصد انتهى. الو 1 و2 و3 كيف تسمعني اجب. 1 جيد اجب. 2 جيد اجب. 3 جيد اجب. 1 و2 و3 يوجد نشاط معادي امام موضعنا الدفاعي، اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر بالرصد والمراقبة انتهى. الو 5-4 يوجد نشاط معادي امام موضعنا الدفاعي، اتخذنا تدابير الحيطة والحذر، مستعدون لملاقاة العدو ونحن له ان شاء الله اجب. بارك الله فيك. بني القضين راقبوا الموقف. الو 7-1 كيف تسمعني اجب. 7-1 نحن في حالة اشتباك والموقف صعب جدا. الو 7-1 الو 7-1 اجب. الو 7-1 الو 7-1 اجب. Thank you.
عمرك طويل إن شاء الله.